موجز الأخبار من يو تي في، أهلا بكم. سجلت محافظة الأنبار أول إصابة بفيروس الحمى النزفية، وبحسب كتاب صادر من المختبر المركزي لوزارة الصحة وموجه إلى مديرية صحة الأنبار، فإنه تم تأكيد نتيجة فحص لمواطن بسكنة مدينة الرمادي وكانت موجبة، مبينا أن المصاب يبلغ من العمر 25 عاما ويرقد حاليا في مستشفى الحجر لتلقي العلاج اللازم. أصدرت المحكمة الجنائية المركزية حكما بالإعدام شنقا بحق المسؤول عن تفجير سوق البلاط بمنطقة الباب الشرقي وسط بغداد، والذي وقع العام الماضي وراح ضحيته عشرات من الشهداء والجرحى. بيان لإعلام القضاء قال إن المسؤول عن التفجير ينتمي إلى داعش منذ عام 2012، وكان يشغل منصب والي الجنوب في التنظيم الإرهابي، مشيرا إلى أن المحكمة وجدت الأدلة بشأنه كافية ومقنعة لتجريمه وفقا لأحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب. استبعدت اللجنة القانونية النيابية الطعن بقانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية، وقال رئيس السن للجنة محمد عنوس في تصريح صحفي أن محاولات إلزام الحكومة بتقديم الموازنة أعاقها قرار المحكمة الاتحادية، والذي لم يخول حكومة تصريف الأعمال بتقديم التشريعات، ولذلك حصلت مبادرة من البرلمان بأن يقدم قانون الأمن الغذائي في أقل تقدير حرك جانبا من جوانب الحياة الاجتماعية. وأضاف العنوز أن القانون محكوم بنص دستوري يخول البرلمان تقديم مقترحات القوانين. أكد وزير الموارد المائية مهدي الحمداني على المضي بالتحول من الري المفتوح إلى الري المغلق في عموم المحافظات، وذلك للحفاظ على الثروة المائية وضمان الاستخدام الأمثل لها. وقال الوزير في تصريح صحفي أن ملاكات الوزارة نفذت مجموعة من المشاريع في محافظات عدة، لافتا إلى أنها تأتي ضمن الإجراءات المتبعة لمواجهة التغيرات المناخية، كونها تؤمن التوزيعات العادلة للمياه وعدم التجاوز على الحصص المائية. كشف وزير الكهرباء عادل كريم عن استمرار العمل لتوفير الدعم لجميع المحافظات من أجل سد احتياجاتها من الطاقة بشكل مستمر. وأشار الوزير خلال مؤتمر صحفي عقد خلال زيارته لمحافظة الديوانية إلى تنفيذ عدد من المشاريع في الشبكات الكهربائية. هذا الصيف أكيد سوف يكون أحسن الصيف الماضي من ناحية التجهيز ومن ناحية توزيع الطاقة وأيضا استيعابية النقل. أكو محطتين، محطة غازية ومحطات ديزل في الديوانية. احنا للمستقبل خلينا مجموعة من المشاريع الكبيرة جدا في محافظة الديوانية. الآن محطة كبيرة 4 وحدات في 350 ميجا وات، محطة الشنافية الحرارية، ما مجلس الطاقة الوزاري إن شاء الله الخيام خلال الأيام القادمة والأسابيع القادمة يتم إطلاقها، وهذه المحطة سوف تكون لتجهيز الطاقة لمحافظة الديوانية ومحافظات الأخرى. أيضا لدينا محطة شمسية 50 ميجا وات خليناها في محافظة الديوانية، ومجموعة كبيرة من المشاريع الخطوط والنقل ومحطات الثانوية تم إنجازها. ختام الموجز، ألقاكم من جديد على رأس الساعة.